هذا يسأل عن الإقامة في بلاد الكفار، بإقامة المسلم في بلاد الكفار. لا تجوز الإقامة المستمرة في بلاد الكفار إلا للعاجز عن الهجرة، أما الذي يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، أما إذا كان ما يستطيع فإنه معذور، ولكن يتمسك بدينه، تمسك بدينه. وكذلك الإقامة المؤقتة لحاجة ثم يعود، مثل الإقامة للدراسة أو للتجارة أو للعلاج، لا بأس إنه يقيم للحاجة مع التمسك بدينه. نعم.